باشر صومعه الطوس استلام محصول الحنطه من الفلاحين والمسوقين لموسم الخير والنجاح وضمن الرقعه الجغرافيه لقضائي الطوس وامرلي وناحيه سليمان بيك. علما الاقسام الموقع متهيئه بالكامل لاستلام المحصول، وكذلك بالنسبه للدرجات هناك خصم وبدون خصم، السعر المقرر هو 850 الف دينار للطنه الواحد. كذلك بالنسبه للمبالغ حاليا مودعه لدى المصرف، وبامكان الفلاح استلام الصك فور تسليم حاصله. وين اخذت اللجنه هاي مالتهم؟ هذا قسم اللجنه.